The materials are both hot rolled steel يعني الاي 207 جيجا باسكال من الجدول. Find the maximum and minimum values of radial interference يعني عايز الدلتا مينيمم والدلتا ماكسيمم and the corresponding interference pressure. Use a collar diameter of 80 millimeter يعني القطر الخارجي للسلندر الخارجية 80 مليمتر. احنا عارفين ان الدلتا وعايز الاول ماكسيمم، طالما ماكسيمم يبقى الدي ماكس ناقص الدي من على 2، والدلتا مينيمم العكس ناخد الدي مينيمم زي ما قلنا في الشرح ناقص الدي ماكس على 2. الدي ماكس 40.042، الدي مينيمم 40، هنا 40.026 والدي ماكس 40.025. معنى كده بقى 0.042 على 2 يعني 0.021 ملي متر، وهنا 0.005 على 2 0.001 على 2 يعني 0.005 ملي متر. بالنسبة للبريشر بيساوي طبقا طبعا الشرح قلنا ان هو اي عندك الفورمولا في الغالب شيت مكتوب فيه مش محتاج تكتب ولا صبعك ولا حاجة، اي في دلتا على 2R³ ار او تربيع ار تربيع في ار تربيع ناقص ار اي تربيع كل ده على ار او تربيع ار اي تربيع، سواء بقى الدلتا دي مينيمم او ماكسيمم. مع الماكسيمم في عندنا بريشر ماكسيمم، ومع المينيمم هيكون في عندنا بريشر مينيمم. تعالوا نعوض، هقول كده البي ماكس تساوي 207 في 10 اس 9 الانترفيرنس الماكسيمم 0.021 10 سالب 3 على 2 الار اللي هي 40 على 2 يعني 20 في 10 سالب 3 تكعيب. طبعا النومينال باين هو 40 ار او الخارجي نص التمانين يعني 40 تربيع ناقص الداخل اللي هو 20 تربيع، هنا 20 تربيع وما فيش هول في السلندر الداخلي يبقى صفر. طبعا الكلام ده كله في 10 سالب 6 وسالب 6 يبقى سالب 12، وهنا تحت ار او اللي هي 40 تربيع ناقص ار اي يعني صفر. طبعا صفر تربيع نفس الصفر 10 سالب 6 يساوي كده ميجا باسكال. وبالتالي البي مينيمم مش هنغير حاجة، بس غير ان ده هنخليه بوينت تريبل او زيرو ميجا باسكال. يلا نحسب 207، خلينا نقول الأسس نخلصها الأول. هنا سالب 9 وسالب 5 سالب 15 تحت فوق 9، او خلينا نقول كده ده سالب 3 وسالب 12 يبقى دول سالب 15 مع ده سالب 9 وسالب 6 يبقى سالب 15، كده ضيعنا كله. يبقى مفيش غير نضرب بس 207 10 9 في 0.021
على 22 تكعيب ضرب 40 تربيع ناقص 20 تربيع في 20 تربيع وتحت 40 تربيع انش يطلع 81.5 ميجا باسكال. هقول كده ضرب بوينت تريبل او على بوينت او تو ون يديني المينيموم اللي هو 1.94 ميجا باسكال. طبعا ده خطر جدا، 81 ميجا باسكال ده قليل. ليه نلجأ لده؟ نلجأ لده علشان يكون الفيتنج اقوى، يعني كل ما يكون البريس مع الفيت كبير، يعني كل ما يكون الدلتا كبيره هيكون الكلوزنج اقوى، وبالتالي مفيش لوزنج، ممكن يفلت من بعض، يكون الدوران اسلس. لكن ده مع ان صح السيجما قليله، لكن كمان الانترفيرنس مبقاش قوي.